الحمد غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا حديث صحيح ولا ضعيف؟ ها ضعيف شيء يضعفه بعض العلماء هاي مشايخ. عند الإمام أحمد صحيح الحديث ضعيف ولا يصح، وإن حسنه بعض المتأخرون، ولكن الأكثر من أهل الحديث على ضعف هذا الحديث. طيب كيف نقول حديث ضعيف ونعمل به؟ هل ممكن يعمل بالحديث الضعيف ولا لا؟ يعمل بالحديث الضعيف. الإمام أحمد أيها الإخوة الكرام يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه، هذان شرطان: الأول أن لا يكون شديد الضعف، والثاني أن لا يكون في الباب ما يدفعه. وهذا الحديث على وجه الخصوص في مسألة أسهل من مسائل الحلال والحرام، وهي مسألة الأدعية والأذكار، والأمر فيها أسهل وأقرب. ولهذا في العلل لابن أبي حاتم أن أبا زرعة رحمه الله تعالى سئل عن حديث الرجس النجس الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء، فذكر ضعفه ثم قال: ولكنه يقال فإنه دعاء، يعني أنه دعاء معناه صحيح وليس فيه معنى مخالفا للشرع، وليس فيه معنى مخالف للشرع. فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن الإمام أحمد، وهذه فائدة تستفيد منها هنا وفي سائر أبواب الفقه، العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد ثابت وكثير، لكن كما قلنا بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون الحديث شديد الضعف، وأن لا يكون في الباب ما يدفعه. يعني إيش لا يكون شديد الضعف؟ يكون حديث منكر أو باطل. وأن لا يكون في الباب ما يدفعه، يعني لا يكون في الباب وفي المسألة ما هو أصح منه. جيد. وهذا الحديث على وجه الخصوص قال عنه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، قال في شرحه لكتابه أصول الأحكام، قال: وقد حسنه الحافظ في تخريج أحاديث الأذكار. قال الشيخ بن قاسم رحمه الله، قال: ولا خلاف في مشروعية هذه الأدعية. فمثل هذا يقال ولو كان الحديث ضعيفاً.